وزير التجارة الأسبق الخبير الاقتصادي محسن حسن وصف التعيينات الحكومية الجديدة اللي أعلنتها رئاسة الجمهورية بالتركيبة الجيدة، وعلق عليها وقال بأنه بعض الأسماء اللي يعرفها في وزارة التخطيط والاقتصاد والصناعة مشهود لها بالكفاءة. كما ثمن أيضا محسن حسن أفراد قطاعين مهمين بكتاب الدولة، واعتبره مهم جدا في علاقة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة والانتقال الطاقي. في المقابل رجح الوزير الأسبق محسن حسن بالقول أنه كان من الأجدى تعيين كاتب دولة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبمهمة تكون أشمل بدلا من الاقتصار على كاتب دولة مكلف بالشركات الأهلية. وعلق زيدا وقال بأنه رئيس الجمهورية يعتقد أن الشركات الأهلية هي من بين أبرز الحلول للخروج من الصعوبات الاقتصادية، وقال أن هناك ثلاثة تحديات أساسية تنتظر حكومة توا بتركيبتها الجديدة، وتتمثل في توفير التمويلات اللازمة للدولة، في الإنعاش الاقتصادي، وفي خطة وطنية للاستثمار على امتداد 5 سنوات في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاصة. للإشارة، فإن رئيس الجمهورية قيس سعيد أشرف بقصر قرطاج على موكب أداء اليمين الدستورية لأعضاء الحكومة الجدد، وهم فريال الورغي حرم السبعي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، سمير عبد الحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وائل شوشان كاتب دولة لدى وزير الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شاود كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية. تترأس الحقائب الوزارية المعنية بالاقتصاد في تونس ولأول مرة وبشكل متزامن 4 نساء وزيرات، وذلك بعد التعيينات الأخيرة اللي ذكرناها واللي أعلنتها رئاسة الجمهورية. وتقود حاليا الحقائب الوزارية المعنية بالمجال الاقتصادي كل من وزيرة المالية سهام البغديري نمصية، ووزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، ووزيرة الصناعة فاطمة ثابت، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب، هذا دون اعتبار الوزارات اللي يتقاطع نشاطها مع المجال الاقتصادي أساسا، وزارتي التجهيز اللي على رأسها امرأة أيضا، ووزارة البيئة أيضا على رأسها امرأة، واللي تقودها زوج نساء وهما وزيرة التجهيز والإسكان سارة زعفراني زنزري ووزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، فيما لا يزال البنك المركزي التونسي تحت قيادة ذكورية ظاهريا منذ إنشائه، هذا في قراءة يعني للمراكز الاقتصادية بالأساس. وتأتي المهمة النسوية هذه في ظل صعوبات اقتصادية تشهدها تونس لأسباب ظرفية وهيكلية، بالإضافة إلى محصرتها من طرف مؤسسات التمويل الدولية وأساسا صندوق النقد الدولي اللي يرفض منذ فترة تمويل تونس بسبب عدم خضوع تونس إلى إملاءاته حسب مراقبين. وانطلاقا من التعيينات الجديدة، ترتفع نسبة تمثيلية المرأة بالحكومة التونسية إلى 1/3 باعتبار مديرة ديوان رئيس الحكومة سامية الشرفي ووزيرة العدل ليلى جفال ووزيرة الثقافة حياة قطات، علاوة على وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمال بالحاج موسى. من هو كاتب الدولة الجديد المكلف بالانتقال الطاقي؟ شغل كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان قبل تعيينه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار سد شغورات على مستوى عدد من الحقائب الوزارية منصب مصرفي رئيسي الطاقة والموارد الطبيعية بالبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير منذ أفريل 2021. وشغل شوشان قبل ذلك منصب مصرفي منتسب طاقة وموارد طبيعية بالبنك نفسه من أكتوبر 2017 إلى حدود مارس 2021.
كما شغل كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي الجديد منصب مساعد مدير بشركة ديلوات لمدة سنة وعشرة أشهر ومساعد أول مدقق لدى أرنست أند يونغ، وحاصل أيضا على الأستاذية من معهد الدراسات التجارية العليا بقرطاج اختصاص مالية، واستفاد من برنامج التبادل مع جامعة ماستريخت منذ جانفي 2012، وتدعم مساره الأكاديمي بحصوله تدعم مساره الأكاديمي بحصوله على الماجستير الأكاديمي في إدارة الأعمال المدارس العليا مع تخصص في المالية. وحصل شوشان أيضا على شهادة من معهد APMG في فيفري 2023 في مجال الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وزارة الفلاحة تقدم توضيحات بخصوص الحليب المركز المورد من ماليزيا. وزارة الفلاحة أفادت في بلاغ توضيحي اصدر اليوم بأن منتج الحليب المركز المورد من ماليزيا وقع إخضاعه للمراقبة الصحية وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه واللي أكدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلا أنه تم تسجيل إخلالات على مستوى العنوانة يقصد الاتيكيتاج. وأشارت الوزارة إلى أن المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج هي مواد مستعملة عالميا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي كودكس أليمونتاريوس والمعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني في آخر تحيين ولا آخر تعديل بتاريخ 1 فيفري 2023. وذكرت الوزارة في بيانها الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل فيما يخص جودة وسلامة وعنوانة المنتجات الموردة. من جهته عميد البياطرة أحمد رجب أطلق صيحة فزع بخصوص حليب مركز مستورد من ماليزيا، يقول إنه مغشوش ويحتوي على مواد مسرطنة وهو موجود في المساحات الكبرى وبعديد الأسواق التونسية. وأفاد العميد بأن الدولة مسؤولة على حماية المواطن بالقانون عدد 24 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، وبين أن الفصل 6 من القانون هذا ينص على أن المراقبة تتم عبر 3 مراحل وهي مراقبة الوثائق والهوية والمادة. وقال بأنه شخصيا كنت أو تمكنت من إتمام عملية مراقبة الهوية وطلعت على مكونات هذا الحليب واتضح أنه لا يستجيب للمواصفات حسب تعبيره. قال تبين هذا الحليب المركز متكون من سكر وماء وزيت النخيل وجوامد حليب وهي كلمة لا وجود لها في الدستور الغذائي، وبالتالي فإنه الهوية غير مطابقة لتسمية الحليب. ويقوم بأنه القانون يقول في صورة عدم تطابق الهوية مع مكونات المادة لابد من إرجاعها إلى البلد المورد وعدم عرضها في البلد التونسية، وفي حال عدم التمكن من إرجاعها يجب إتلافها حسب تعبيره.